بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من القلب لكل الأحباب الموجودين داخل سور هذا النادي الحبيب، نادينا النادي الأولمبي. وطبعا النادي منقسم إلى مجموعات، يعني أعضاء مجلس إدارة بيديروا هذا المكان، ثم موظفين وعمال، ثم الأساس وهو الأعضاء من الرجال المحترمين والسيدات المحترمات. ولن أحيد عن هذه الكلمة مدى حياتي ومهما كلفتني، لأن احترامي لنفسي هو أهم من احترام أي حد. مش نقط يعني روز انت عايز تقولوه حطه ومطرح هذه النقاط، الكلمة اللي تريح كل واحد فيكم عشان ما اقولش لفظ يزعل حد. ولو ان الصراحة طبعا انا عارف بتزعل الناس كلها اللي من دول، لكن هفضل على هذا المنوال. حتى طبعا بالسادة والسيدات اعضاء النادي المحترمين منهم والمحترمات، بقول لهم لن انسى يوما ما جميلكم عليا، لن انسى لحظة وقوفكم جنبي واتصالاتكم بيا، سواء في الفرح او سواء في مواقف متأزمة. سمعت شهادتكم ليا في التليفونات ومؤازرتكم ليا في التليفونات، ولما بتشوفوني ومقابلاتكم ليا يعني لن انسى ان هناك بعض الامهات التي اخذتني في حضنها وقبلتني شعور كان قاسي جدا عليا وصعب ان احمله. شفت الرجال اللي بيقولي انت فين غبت عني، انا ما كنتش غايب. يعني كل القصه ان انا من ممارسي الرياضه مثلا مع اسس الرواد في النادي، فطبعا اسس الرواد لما هجرت النادي نتيجه ان لا يوجد ملاعب فخرجنا نلعب في بعض الاماكن بره، فده يمكن اساس ان انا معظم وقتي ما كنتش باجي في وقت كنت باجي فيها باستمرار اللي هي في ممارسه الرياضه. اعضاء النادي انتوا كلكم لكم جميل عليا في دماغي، ان شاء الله ربنا يقدرني على رده. طبعا عايز اقول لكم برضو حضراتكم ان انا كنت فكرت في الاستقاله من بعد الجمعيه العموميه اللي فاتت السنه اللي فاتت في 2010، نتيجه ان انا كنت شايف غيوم كتيره، وده بلغته للمحترم الاستاذ سعيد عبد النبي مدير عام النادي. قلت له انا بفكر ان انا امشي لان الجو مش عاجبني والمشاحنات ولا اخره، وفي مؤامرات واللي عايز يهد مباني النادي واللي بيزور اطارات امانه واللي طبعا جو ده يا جماعه احنا ناس بنشتغل اعمال متطوعيه وما بنكسبش حاجه، انما اللي بيعمل مؤامرات ده اكيد له مصالح. وحطوا تحت هذه الكلمه 100 خط وانتم تعلمون من اصحاب المصالح ومن من غير اصحاب المصالح معروفين. بقول لاعضاء المجلس ربنا يهديكم، الكذاب يبطل كذب، المزور يبطل تزوير، اللي بيحلف 100 حلفان وما ينفذوش يا ريت لما يحلف ينفذ ويتبع القرآنيات اللي بتقول هناك رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لا للاسف اصبح عندنا رجال متآمرين، رجال بيدوروا على مصلحتهم من وسط الناس حتى لو على انقاض الناس كلها، لكن اقسم بالله ما في حد هيهدم الا باذن الله. لو اجتمعت الامه على ان يضروك بشيء لن يضروك، واذا اجتمعت الامه على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك. وبنسمع الوجوه بتتغير وتتقلب مع كل شخص، كل شخص يدي ظهره نسمع كلام عليه غير اللي اتقال في وشه. يا اخوانا هذه صفات مش من صفات الرجال. يا اخوانا الناس بتقول على جثتي مش هعمل كذا ويعمل تاني يوم، على جثتي مش هعمل كذا تاني اسبوع بيعمل، عليا الطلاق ما هعمل كذا وبيعمل. يعني حقيقة شبعنا كذب في هذه المرحلة السابقة، وتزوير ومحاضر وقضايا، حاجة لا يجب أن تكون موجودة في مجلس متطوع. ولكن أرجو أن تنظروا بعين اعتبار لمن يعتدي ولمن يرد الاعتداء. ظهور ضدنا محاضر في الشرطة، وظهور ضدنا محاضر في النيابات، وظهور ضدنا شكاوي في المجلس العسكري، وبفضل الله تعالى علشان
احنا ملناش في القذارة اللي هم بيفكرونا فيها وعايزين يعصونا عشان متعاصين زيهم. لا، انتم متعاصين وهتفضلوا متعاصين بالادله وبالمحاكم وبكل شيء. فاحنا الحمد لله، وبتكلم عن نفسي وعن من يتبعني من الناس المحترمه، لن تستطيعوا ان تدخلونا في دائره القذاره اللي انتم كلكم متعاصين فيها. يا رب ربنا يهديكم، ويا رب تخدموا النادي في هذه الفتره بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فلان جوز فلان لازم يشتغل، وفلان مرات فلان لازم مش عارف ايه، وفلان مش عارف تبع فلان وفلان. يا جماعه ارجوكم، انتم لا تقوموا باعمال في اشغالكم الخاصه، نحن نعمل في خدمه المجتمع الاولمبي. المجتمع الاولمباوي له علينا حق، الحق حق ان يتبع، ومن راى العزه في غير دين الله فسيذله الله ان شاء الله بهذا. اما الساده الموظفين والساده العمال والموظفات والعاملات، كل سنه وحضراتكم طيبين، وانتم عارفين كويس قوي ما اقدرش اتكلم عن ما عن اللي بنقوم بيه مع حضراتكم، وده اقل واجب لناس كل ما بتشوفهم بيدعوا لنا، من ورانا بيدعوا لنا، وقدامنا بيوصلوا لنا الكلام، ومن خلفنا بيدعوا لنا. احنا كعائله، عائله الشيخ، خدامين لهذا المجتمع الاولمباوي، وان شاء الله ربنا هيحطنا في المكان اللي يناسبنا. احنا نسعى ان احنا نحصل على ما يرضي هذا المجتمع فقط، يرضي الله اولا ثم ما يرضي هذا المجتمع. لكن اقسم لكم ليس لنا ناقه ولا جمل، واللي يعرفنا عن قرب يعرف احنا بنعمل ايه، سواء مع ناشئين، سواء مع لعيبه، سواء مع فرق. مش هنتكلم طبعا على عمال ولا غيره ولا كلام زي كده ولا موظفين، كل واحد متسيف تاريخه مع الناس باعماله مش باللسان ولا بالكلام. كل سنه والناس كلها طيبه، وزي ما بنقول، زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى، ما قال في سوره البقره، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل سنه وحضراتكم طيبين، ويا رب اللي جاي يكون احسن، ويا رب الناس تبطل كذب.